معنا الدكتورة هيا المطيري كبير الاستشاريين النفسيين. نرحب فيك دكتورة. يا هلا ومرحبا دكتور، شلونكم؟ ان شاء الله تمام. كيف حالك؟ الله يسلمك، طيب حالك؟ كنا نتمناك داخل الاستديو ولكن قدر الله ما شاء فعل. دكتورة، لاحظتي الحالتين؟ يعني دائما يقولون ان يعني التشبه نفس الانفلونزا، حال اي مرض. شو تقولي بما انك انت عالجتي بعض الحالات من هالنوع؟ نعم، انا فعلا عالجت بعض الحالات، بس عالجتها بمجهود كبير جدا من الأسرة. اذا الأسرة تجيب الشخص وتقول يلا انت اشتغلي معاه وفي خلل من الطفولة، ما ينفع. هو مو مثل الانفلونزا ولا هو جيني. انا اتحفظ على كلمة جيني، لا هو تطوري. في تشويش للهوية الجنسية من الطفولة، آلاف الأسباب، والحين بفصل لك باختصار. احنا ما نتخرج من مدرسة الوالدية، لكن إذا بعضنا الله رحمهم بأن أولادنا شخصياتهم متماسكة، ما عندهم أي تشويش جنسي، في ترى آلاف من الأسر داخل بيوتها مشاريع شذوذ وتشويش هوية جنسية قاعدة تتكون لأسرهم وعيالهم، وهم مو عارفين، يعتقدون أنهم مثلا ملتزمين صارمين يربون على القوة، والنتيجة هي الصحيح. هذا اللي أنا شفته، يعني الشخص اللي يعاني من اضطراب هوية جنسية هو مجتمع المتشبهين يقول إن إحنا جيني وغصبا علينا، وهذا لا. أنا يعني مع احترامي وتعاطفي مع إنسانيتهم ورفضي لفصلهم من وظائفهم والمعاملة القاسية والابتزاز أيام 2007 بداية القانون اللي تعرضوا له، أنا يعني وايد أتعاطف معهم، لكن هو شيء تطوري من البيئة، ساهمت البيئة بشكل كبير في تكوينه، وليس إنفلونزا، هو أعمق من كذي بوايد. الحين إحنا محتاجين تعديل القانون، نعم، لكن لما يصير في تعديل للقانون لازم يكون شيء متكامل. يعني أنا مع الإيداع في مستشفى ومصح، بس ما يكون نفس طريقة مركز الإدمان، تكديس حالات بدون معالجة فعلية، ونية على جيل من الأطباء متبني الأمور اللي بأمريكا، يقول لك هذا جيني أنا ما أعالجه، علاجه فقط جراحة تصحيحية. لا، مو كل شيء هي من أمريكا إحنا كأطباء بالذات اللي عنده خبرة نتقبله. أنا أقول إن القانون عشان يكون متكامل، أول شيء يجب إلزام الأسرة بحضور عدد معين من الجلسات العلاج الأسري، هذا رقم واحد من وجهة نظري، لأن أنا اشتغلت 25 سنة، أجزم بأن الأسرة لها يد كبيرة في هذا الخلل. الدور الرئيسي حق الأسرة، نعم. نعم. ثاني شيء، الإلزام أمهر الأطباء والمعالجين عشان ما تتكرر مشكلة الإدمان، الناس تدش وتطلع ماكو مضمون علاجي وتنتكس وتتكدس الأسرة وراح توصل الحالات يعني لا سمح الله بالآلاف. الإلزام الأشخاص الماهرين من وزارة الصحة وحتى القطاع الخاص بتوفير تقييم شامل للفرد وأسرته ويحطون خطة علاج، لأن احنا ما نبي النبذ هذا، ما نبي عملية تكريس الإيذاء الجسدي وانتهاك الكرامة بالسجن وغيره وغيره، وبنفس الوقت نبي الأمن المجتمعي، نبي ما تصير ظاهرة عادية إن الإنسان يمشي وشكله غريب يشوفون الأطفال، يعني سلوكه إباحي. وبتكلم عن السلوك الإباحي إذا سمحت لي. أنا هذا الموضوع قلته في لجنة الظواهر السلبية ب 2007، قلت إن إحنا لازم يكون في منظومة متكاملة. أنت الحين نبذته وسجنته وعاقبته وحطيت عنده صحيفة سوابق، بس شنو الأثر في علاجه؟ هجرته، أهله ما أمه ما تقدر تطلع معاه بقهوة، لأن إذا تحرش فيه ولد وما استجاب للتحرش ممكن بسهولة يدق على الدورية ويقول تعالوا في متشبه. إحنا هم لازم نكون إنسانيين. لكن لما نراجع القانون، وهذا أدري ما حد راح يعجبه، لما نراجع القانون قال الأستاذ سلامة عن الفعل الفاحش لازم نشمل جميع من
يسلكون مسلك إباحي حتى في السوشيال ميديا. نعم. يعني لجنة دكتورة للأسف يعني ترى وقت البرنامج انتهى، أنا بعطيش دقيقة دكتورة بس تختصرين لي الله يخليك، لأن انتهى وقت البرنامج. الله يسلمك الله يحفظك. مو أي إنسان بالسوشيال ميديا يظهر سلوك إباحي لازم ننساه، هذا نفس الشيء لازم يعامل نفس المعاملة، مو لأنه عنده محاميين ويقدر يستغل قانون الجرائم الإلكترونية نخاف منه وما نعلق وما نرفض. الأمن المجتمعي مطلوب تعميمه والاهتمام فيه من جميع النواحي، وإذا في لجنة الظواهر السلبية لازم تعالجها كلها. السلوك الإباحية يجب أن تحدد، هذا حقنا كلنا، ليس اضطراب الهوية الجندرية أو الشذوذ الجنسي فقط، كل سلوك إباحي. نعم. شكرا لك دكتورة هيا المطيري، كبير استشاري النفسيين، كل الشكر وتقدير لك دكتورة.